السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو ده يا صاحبي هشرح لك على حل مشكله اللاج والتقطيع، وكمان يا معلم حل مشكله الدمج الوهمي اللي بيواجهنا كلنا حرفيا بعد التحديث الاخير، التحديث الجديد طبعا 3.3. فطبعا يا صاحبي هشرح لك على حل مشكله اللاج والتقطيع والكلام ده كله، ايا كان بقى جهازك قوي او ضعيف، لان انا حتى يعني جهازي بلعب 90 فريم عادي، ولكن برضو عندي مشكلة الدمج الوهمي واللاج والتقطيع والكلام ده كله. فيلا بينا على طول كده يا معلم نبدأ في الفيديو، واشرح لك على اهم الخطوات اللي هنعملها ان شاء الله انا هتحل المشاكل دي. قبل ما نبدأ في الفيديو كده ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وبس كده يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو. مبدئيا كده يا معلم، واول خطوة هنعملها هي ان احنا هنخش على الموارد. الموارد طبعا السهم اللي عندك ده في الشاشة الرئيسية، هتخش هنا كده طبعا يا صاحبي، وهي دي طبعا يا معلم الموارد زي ما انت شايف. اول حاجة كده طبعا يا صاحبي في مركز ادارة الموارد ده لازم وشرط وحاجة مهمة جدا ان انت تكون محمل كل الموارد دي. انا طبعا مش محملها لان مساحتها كبيرة تمام، وعايزة نت كتير، وانا حاليا يعني قاعد على داتا. فالمهم يعني انت المهم ان انت تحمل كل الموارد دي. طيب برضو عشان تكون فاهم يعني ما بتعملش اي حاجة انا بقولها وخلاص، ليه ان انت تحمل الموارد ديت؟ لان طبعا يا معلم وانت داخل المود او المدينة الجديدة يعني، انت طبعا عندك الموارد دي عبارة عن التأثيرات اللي بابجي حطاها طبعا داخل المود. يعني مثلا عندك لما صوت الحوت اللي بيكون داخل المدينة دوت بيطلع، ده طبعا حاجة من التأثيرات اللي هي اصلا تبع الموارد. فاي حاجة عندك، اي صوت في اللعبة، اي حركة، حركة الحيتان مثلا، انا بقول لك يعني الحاجة اللي كل الناس عارفاها يعني، اي حاجة مثلا في المود الجديد، الصناديق اللي بتفتح، الصوت بتاع الصناديق، الكلام ده كله، كل الحاجات دي طبعا يا معلم عندك اسمها تأثيرات داخل المود. فكل التأثيرات ديت اصلا عندك هنا في الموارد، فانت لازم ان انت تكون محمل الموارد. طيب لو انت مش محملها هيحصل عندك طبعا وانت داخل المدينة لاج وتقطيع، وهتحس عندك كده اللعبة تقيلة شوية، عشان طبعا انت مش محمل كل الموارد وكل التأثيرات. فدي كده صاحبي اول حاجة، وعايزك برضو تكون فاهم انت بتعمل ايه. فمهم طبعا ان انت تحمل كل الموارد ديت، عشان طبعا صديقي اللعبة تظبط معاك شوية، ودي طبعا يعني حاجة هتساعد ان اللعبة تظبط معاك. طبعا انت عندك هنا من ضمن الموارد الخرائط. الخرائط طبعا مش مهمة لو مش عايز تحملها، الخريطة اللي انت هتلعبها بس هي اللي تحملها. الموارد طبعا اللي اقصدها اللي هي مثلا عندك موارد الرسومات ديت، دي مثلا دوست عليها. الواو دي كمان مش عايز تحملها براحتك. عندك التلات حزم دول مهمين، حزمة رسومات جرافيكية وحزمة رسومات جرافيكية الأخيرة والكلاسيكية والقديمة، دول طبعا مهمين، هما دول أهم حاجة تمام. وعندك أول واحدة وتاني واحدة برضو مهمين، يعني معلم أهم حاجة تحملهم كلهم إلا بتوع الخرائط تمام. الخرائط دي بقى براحتك، عايز تحمل تحمل، مش عايز برضو براحتك. تاني حاجة طبعا يا معلم، وحاجة مهمة 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 برضو، وهي طبعا صديق الرسومات. عندك كده يا معلم لو دخلنا هنا على الإعدادات وجينا على الرسومات، فركز معايا عشان هشرح لك هنا على شوية حاجات مهمة ولازم طبعا ان انت تكون فاهمها. هنا اول حاجة كده طبعا يا صاحبي بالنسبة للفريمات، فانت هتعملها عندك على اعلى فريمات عادي زي ما تحب. انا مثلا عندي هو كده 90 فريم مثلا، اعملها على 90 فريم. والاهم طبعا اللي فوقها ديت ان انت تخليها سلسة. طيب ليه يا معلم تخليها سلسة؟ عشان برضو تكون فاهم. هنا طبعا يا صديقي انت مثلا لو عملتها على فائقة زي ما انت شايف كده، فاول حاجة الفريمات هتقل عندك. يعني انا حتى هو كنت بلعب 90 فريم، قللني ل60 فريم. وتاني حاجة طبعا ده يخلي البطارية بتاعت الموبايل بتاعك تسخن اكتر، والبطارية لما تسخن دي اكتر حاجة حرفيا واكبر سبب بيسبب لك طبعا اللاج والتقطيع، هي ان الموبايل نفسه يسخن، ودي لسه هقول لك عليها، او طبعا البطارية تسخن. فطبعا يا صديقي احنا هنا بنخليها سلسة، دي اقل حاجة يعني بتاخد من البطارية او بتسخن البطارية او كده تمام. فانت طبعا لو عملتها فائقة البطارية بتاعتك هتسخن بسرعة، وهتلاقي عندك لاج وتقطيع مش طبيعي. طبعا فائقة او عالية الدقة او اي حاجة برضه تسخن لك البطارية، احنا نسيبها على سلسة. وهنا طبعا اعلى فريمات، او تلعب يعني الفريمات اللي انت عايزها براحتك، الاهم ان انت تعملها سلسة. بعد كده هنا كلاسيك او ملون مش فارقه، كده كده انا بلعب يعني ملون عادي. وعندك يا معلم تحتها الاعدادات العامه ديت برضو بتعملها تعطيل. ليه طيب بتعملها تعطيل؟ لان برضو صديقي دي بتزيد من استهلاك البطاريه وبتقلل لك شحن البطاريه بسرعه. وهنا طبعا اللعبه يعني كاتبه لك كده فوق زي ما انت شايف كده، تقول لك يزيد من استهلاك البطاريه. وبرضو هنا شارحه لك بتاعه توفير الطاقه دي، تعملها برضو تعطيل ملناش دعوه بيها.
والسطوع ديت طبعا يا صديقي ما تعليهاش عن 100، عايز تخليها 110 بالكتير ماشي، لان طبعا لما بتعليها على الاخر فبرضه صديقي ده بيزيد من استهلاك البطارية، السطوع طبعا والكلام ده كله. واخر واحدة دي برضه صديقي بتاعت ذبذبة معدل اطار والكلام ده، اعملها تعطيل يعني زي اصلا ما اللعبة عاملاها مالكش دعوة بيها. ده كده برضه صاحبي بالنسبة للرسومات طبعا يا معلم، وزي ما انا شرحت لك اهم حاجة السلاسة، تمام، ان انت تخليها سلسة. بعد كده بقى معلم نيجي النقطة مهمة، ودي يعني مش حاجة داخل اللعبة، دي حاجة من عندك انت، واهم حاجة طبعا يا صديقي وهي سخونة الموبايل. حرفيا يا معلم اكبر سبب، ودي حتى معايا انا ومع اي حد بيلعب اللعبة، اكبر سبب يا صديقي بيسبب عندك اللاج والتقطيع هي ان الموبايل يسخن منك. دي اولا يعني خليني اقول لك ايه اللي بيحصل لما الموبايل بيسخن، بعدها اقول لك طيب ايه الحل بتاعها. لما الموبايل بيسخن منك طبعا يا معلم التليفون بيتقل كده، يعني اللعبة بتحس ان هي عندك تقيلة، وبيحصل طبعا عندك دامج وهم كتير ولاج وتقطيع وكل حاجة غلط يعني حرفيا بتحصل عندك، وممكن كمان يروح التليفون مطلعك بره اللعبة. طب ايه الحل بتاعها؟ ان انت لما تيجي تلعب تخلي في جنبك هوا كده على الاقل، يعني تشغل المروحة بحيث ان التليفون ما يسخنش، لان لما التليفون هيسخن زي ما شرحت لك كل حاجة كده لاج وتقطيع ودامج وهمي وكل حاجة. فحرفيا هو اهم حاجة في الفيديو هي النصيحة دي، ان انت ما تخليش التليفون يسخن منك خالص يعني. بعد كده برضه يا معلم حاجتين مهمين دول برضه بره اللعبه، واخر حاجه اقولها لك هتكون داخل اللعبه. الحاجتين دول يا معلم هي ان انت ما تلعبش والموبايل بتاعك على الشاحن، لان اللعبه هتهنج عندك وهتقطع منك كمان، وما تلعبش طبعا والبطاريه بتاعتك تحت ال 30% برضه، لان برضه معلم اللعبه هتعلق معاك. يعني لو انت مثلا بترانك على الكونكر وكده فما يجيش التليفون 20% تروح حاطه على الشاحن وتكمل لعب، لان هتلاقي عندك دمج وهم كتير ولاج وتقطيع، حرفين هتلاقي تقطيع كده اللعب عندك بتقطع وبتهنج وتقلت كده ومش هتعرف تلعب اصلا. فولا تلعب والتليفون على الشاحن لانه وقتها مش هتعرف تلعب اصلا، وكمان يا معلم ما تلعبش والبطارية بتاعتك منخفضة، يعني البطارية نزلت كده تحت 40% ولا حاجة، حط التليفون بتاعك على الشاحن تاني، او حتى يعني تحت 30% حط التليفون بتاعك على الشاحن واشحن التليفون، بعد كده ارجع العب تاني، يعني ما فيهاش حاجه. دول طبعا عشان برضو ما يحصلش عندك ولا دمج وهمي ولا لجوة تقطيع. واخر حاجه طبعا بقى صديقي، ودي طبعا مهمه برضو، هتحل لك مشكله الدمج الوهمي اكتر من اللجوة التقطيع، يعني دي هتحل لك مشكله الدمج الوهمي، وهتلاقي عندك كده يعني شويه سلاسه وانت بتلعب كده، واللعبه خفيفه وكل حاجه تمام. هي طبعا معلم اللغه، ودي طبعا من داخل اللعبه هتيجي على الاعدادات، وهتيجي طبعا هنا صديقي على اللغه، واللغة طبعا تخليها لغة الواجهة وكمان اللغة الأساسية، الاتنين دول طبعا اللي عندي بالعربي زي ما انت شايف، تضغط عليهم طبعا وتخليها طبعا صديقي انجليزي. فالمهم يا صديقي انا سايبها عندي طبعا بالعربي عشان الواجهة تكون كده قدامك بسيطة وانا بشرح لك وتكون انت فاهم كل حاجة، انما هو لما انت تيجي تلعب وكده فاعمل اللغة على اللغة الانجليزية، ودي طبعا صديقي يعني هتحللك مشكلة الدمج الوهمي، وهتخلي برضو اللعبة معاك سلسة كده شوية. فده كده معلم بالنسبة لكل النصايح اللي معانا في الفيديو، وهي طبعا حاجات مهمة، قلت لك كام نصيحة مهمة واهمهم ان التليفون يا معلم ما يسخنش منك وبس كده. طبعا اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو، وطبعا يا صديقي كل النصايح اللي قلتها لك في الفيديو دي عشان نقلل ونخفف من اللاج والدمج الوهمي والكلام ده كله، يعني اللاج والتقطيع وكل الحاجات دي، انما مش معنى ان انت عملت الحاجات دي مش هيحصل عندك تاني ابدا لاج وتقطيع والبنج يرفع والكلام ده، لا خالص. يعني حتى انا بيحصل عندي لاج وتقطيع وكل الكلام ده، انا بس قلت لك شويه نصايح وانا بدات اعملهم، واللعبه بدات تتحسن معايا بكتير احسن من الاول يعني. فبس كده يا صاحبي، ما تنساش يا معلم في النهايه ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ولو الفيديو عجبك برضو اكتب لي كده تعليق، وان شاء الله ارد على كل التعليقات. وبس كده اشوفك في فيديو جديد، وسلام.